فيمدون الصواب. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الإفتائي يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بضيفنا. أهلا وسهلا بكم شيخ سعد. أحييك ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وهداية تجعلهم ينجحون ويفلحون دنيا وآخرة. اللهم آمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول صلاة هذه الحلقة. معنا أم أنس من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي مسألة أبغى الشيخ يفصل لي فيها. تفضلي. وهل تصرف أخوي صحيح أو لا؟ تقريبا قبل 35 سنة سكننا في بيت يملكه الوالد، وبعد 3 سنوات صار الأخ الشقيق الصغير يرمم في البيت، والوالد كان رافض يعني الفكر، رافض الترميم، وكان يدعي عليه يعني دعاء، ولكنه مستمر في الترميم. وقبل ما يتوفى الوالد تقريبا بسنتين سحب منها مبلغ 200,000، قال والوالد كان غير راضي وسحبها قال عن الترميم. بعد الحين توفى الوالد، الآن يطالبنا إنه ونساكنين في الفلة وقفها الوالد قباله يعني، الآن يطالبنا إنه وإخواني من أبوه غير الأشقاء يقول عطوني حق الترميم، وما أدري هل تصرف هذا صحيح أو نعطيه أو لا. طيب شكرا لك أم أنس. من معنا؟ أمة الله من مصر. أمة الله معنا؟ أبو عمر من السعودية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير فضيلة الشيخ. حياك الله. فهمت. تفضل. سمعت عندي سؤال بارك الله فيك. تفضل. أنا مسافر وصليت خرت المغرب قبل صلاة العشاء بعشر دقائق، كنا انتهيت عن صلاة العشاء والمغرب والعشاء قصرا، قصرت مع المغرب بس أخرته، كنت مسافر ما تمكني من أصلي، صليت قبل صلاة العشاء سلمت الله بعشر دقائق حيث أن انتهيت من الصلاة وقدم المؤذن وأنا أصلي، أنكر علي واحد يقول ما يجوز أنك تصلي، قلت أنا مسافر وما صليت المغرب، قال لا ما يجوز حتى يدخل العشاء وتصلي، ما يجوز طيب. أنك تصلي الحين طيب. طيب. صحيح طيب. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد الرحمن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حاب استفسر الشيخ عن المسألة، أنا في ناس عرضوا علي أن أفتح لهم بقالة ويعطوني شهري 1,800 ريال، لكني ما أتحمل أي شيء، لا كهرب ولا إيجار ولا شيء، اللهم إني أعطيهم بس الاسم فقط. طيب. أمة الله من اليمن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي شوية أسئلة. السؤال الأول، سويت حجامتي يوم الخميس وأنا أصوم الاثنين والخميس، فهل أقضي يوم صيام يوم الخميس يوم الجمعة أو السبت أو الأحد؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجب أن إذا تفطرت أن أستأذن من ولي أمري؟ إذا ماذا؟ إذا تفطرت بصدقة هل يجب أن أستأذن من ولي أمري؟ صدقة من أي مال؟ مما يعني من مصروفي الذي يعطيني ولي أمري. أي من مصروفك ها؟ ولا مصروف البيت؟ لا مصروفي أنا. طيب. السؤال الثالث، إذا أقمت صلاة العصر ولم أصلي الركعتين النافلة، هل يجوز أن أصليها ثم أصلي الفريضة؟ أعيد السؤال. إذا أقيمت صلاة العصر. صلاة العصر؟ و أيوه.
ولا أصلي ركعتين النافلة، فأصليها ثم أصلي الفريضة، هل ذلك يصح؟ قصدك تصلينا بعد بعد الفريضة بعد العصر؟ لا، أصلي النافلة أول شيء وبعدين الفريضة. طيب انت يعني اقمتي ثم ذكرت انك ما تسننتي صح؟ تقريبا ايوه. طيب تسمع يا جماعه ان شاء الله، شكرا. حسين من السعوديه، تفضل حسين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في شكل حدث الاكبر. طيب. وكنت أصلي وأقرأ القرآن. ثاني اغتسلت، قال الصلوات الفاتحة دي بعيدة، طيب أعيد الصلوات الفاتحة. حسين اسمعنا من الهاتف وأعطنا سؤالك، لأن يتردد الصوت، تفضل. في شك في الحدث الأكبر. شك في الحدث الأكبر؟ نعم كان. كيف يعني؟ شككت أنك أنك محدث؟ طيب. شك فيه. ما متأكد يعني. لو كنت بصلي وأقرأ القرآن. طيب. وأخيرا اغتسلت. طيب. حسن من السعودية. ألو. تفضل يا حسن. حسين. طيب حسين تفضل. سؤالي أنا دائما أقول في دعائي إن أقول اللهم إن الشيخ دعالي باستجابة، اللهم أقول في دعائي اللهم إن الشيخ سعد دعالي باستجابة الدعاء. فاستجب دعائي يا الله. هل طريقتي في الدعاء هذه صح او غلط؟ طيب شكرا جزيلا للاخوه والاخوات جميعا. شيخنا سؤال الاخت ام انس، كان الموضوع فيه نزاع بينه وبين احد اخوتها، فمثل هذا النزاع هل هناك توجيه فيه شيخنا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فالوصية لجميع القرابة أن يتقربوا لله عز وجل بتفقد حوائج أخوانهم، وبالسعي فيما يحقق مصالحهم، وفيما يكون سببا من أسباب تآلف القلوب واجتماعها. ومتى قصد الإنسان بأعماله البر وتحقيق أمر الله في صلة الرحم، فإن الله جل وعلا يبارك له في ماله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. الوصية لهؤلاء جميعا أن يتقرب كل واحد منهم لله، ولو تنازل عن شيء من حقوقه رغبة فيما عند الله، وأملا في اجتماع الكلمة، و سعيا في صلة الرحم وزرع المودة والألفة بين الجميع، ليكون ذلك من أسباب بركة اجتماعهم ومن أسباب نماء أموالهم. وأما تفصيل الحكم في هذه القضية، فإن كانوا قد تراضوا على شيء وتنازل بعضهم عن حقه فهنيئا لهم، وإن كان كل واحد منهم قد استحضر جانب الإكثار والشح وعدم التنازل عن جميع حقوق فيما يراه، فحينئذ مرجعهم للجهات القضائية. أسأل الله أن يصلح ما بينهم. شيخنا سؤال الأخ أبو عمر يقول: أنا مسافر فلم أصلي المغرب، فأخرته إلى قبل أذان العشاء بعشر دقائق، وجمعت بين المغرب والعشاء قصرا، فأنكر علي أحدهم فقال: المفترض أن تنتظر حتى يؤذن لصلاة العشاء حتى تجمع المغرب إلى العشاء. بالنسبة للمسافر الذي يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، يعتبر وقت الصلاتين
وقتا للجمع، فإذا دخل وقت الظهر جاز له أن يجمع إلى نهاية وقت العصر الاختياري. وهكذا بالنسبة لصلاتي المغرب والعشاء، يجوز له أن يصليهما بعد غروب الشمس مباشرة، ويمتد وقتهما إلى قبيل منتصف الليل، ومن ثم إذا أداهما قبل أذان العشاء بعشر دقائق فلا حرج عليه في ذلك. ولكن يلاحظ هنا شيء، وهو أن من صلى في المسجد فإنه لا يصلي الصلاة الفريضة بعد الأذان، وذلك إلا مع الإمام، وذلك أن هذه ولاية للإمام ولا يجوز الافتيات عليه فيها، ولا تشويش المسجد بكون بعض الناس يصلون صلاة العشاء قبل أن يصلي الإمام هذه الصلاة. هنا الأخ عبد الرحمن يسأل، يقول طلب مني بعض الأشخاص أن أفتح بقالة أو تموينات باسمي ويعطوني مبلغا شهريا، ويقول أنا لا أتحمل شيئا إلا فقط الاسم. هذه المعاملة نهت عنها الجهات الرسمية، اعتبرتها نوعا من التستر، وبالتالي جرمت هذا الفعل وأوقعت على صاحبه عددا من العقوبات. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل طاعة لصاحب الولاية، رغبة في تحقيق مصالح أمر السوء، وجعل الناس يكونون على أمر ظاهر واضح. الأخت أمة الله من اليمن تقول أنها اعتادت أن تصوم الاثنين والخميس، ففي يوم الخميس تحجمت، فهل الحجامة تؤثر على الصيام؟ وأيضا إذا كانت تؤثر، هل لها أن تصوم مكان هذا الخميس بعض أيام الأسبوع؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالفطر على من احتجم، وقد قال أفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك فإن الصائم يجتنب الحجامة، ومن المعلوم أن الحجامة فيها سحب شيء من الدم قد يؤثر على بدن الإنسان، وحينئذ لا يصح للصائم أن يحتجم. ومن كان يصوم تطوعا فإنه يجوز له الفطر بالحجامة وبغيرها، ولا يجب عليه قضاء ما أفطره من صيام التطوع على الصحيح من قولي أهل العلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ووجد عندهم الطعام، فقال إني أصبحت صائما ثم أفطر، ولم يثر عنه أنه قضى هذا اليوم. إن أرادت تعويض الأجر فإنها تصوم يوم الأحد، وأما إذا كانت تريد ما يجب عليها فإنه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم الذي أفطرت على الصحيح من قول أهل العلم، كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. سألت أيضا عن الصدقة، تقول هل لي أن أتصدق من مصروفي بدون أن أخبر ولي أمري؟ يجوز لها أن تتصدق صدقة تطوع أو واجب بمالها الذي تملكه، ولا يلزمها أن تستأذن فيه متى كانت صحيحة التصرف. فمن كان جائز التصرف جاز له أن يتصرف بماله، ولا يشترط أن يراجع الولي، كما هو مذهب جمهور أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وذلك أن هذا المال تملكه فجاز لها أن تتصرف فيه بالتبرع والهبة والصدقة، ولا حرج عليها في ذلك. شيخنا، إذا أقام الإنسان الصلاة، هي امرأة تقيم صلاة العصر، تقول بعد أن أقمت تذكرت أني لم أصلي السنة، هل لي أن أصليها أو لابد أن أدخل في الفريضة؟ السنة التي قبل العصر هي سنة غير راتبة، قد ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وهذا الحديث لأهل العلم فيه كلام من جهة إسناده، وأظهر أنه حسن الإسناد،
وهذه الصلاة التي قبل العصر ليست من السنن الرواتب، بحيث إذا فاتت فإنه لا يشرع قضاؤها. وإذا كان الإنسان في المسجد فأقيمت الصلاة، وجب عليه أن يصلي مع الإمام، ولم يجوز له أن يتنفل حينئذ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما إذا أقامت المرأة، الأصل في هذا أن تكون الصلاة بعد الإقامة مباشرة، ولكن لو أقامت جاز لها أن تتوقف وأن تصلي أو أن تفعل غير ذلك، لأنها لم تدخل في الفريضة بعد. الأخ حسين شيخنا سأل عن الشك في الحدث الأكبر. هو ذكر أنه شك ثم اغتسل، ووصيتنا له بثلاثة أمور: أولها أن يبعد هذه الوساوس والشكوك عن قلبه، وعليه أن يجزم بأموره، وأن لا يجعل للشيطان عليه طريقا ومسلكا يجعله يحزن فيما يؤديه من العبادات. وثاني ما نوصيه به أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وبالنسبة لمسألته، فإنه لا ما دام أنه كسل فإنه لا يطالب بشيء بعد ذلك. هنا من الأسئلة شيخنا سؤال عن الأكل المتعفن، هل له حرمة عن غيره فتجعلنا نفصله عن باقي النفايات حين رميه؟ إذا كان هذا الطعام المتعفن يمكن الانتفاع منه بشيء من أوجه الانتفاع، فإنه يحترم لما يؤول إليه من المنفعة. ما إذا كان لا يمكن أن ينتفع به بأي وجه، حينئذ هو جزء من النفايات يوضع في محلها، وليس له حرمة أو شيء يوجب أن يجعل ويفصل عن بقية المهملات. هنا أيضا سؤال شيخنا عن طريقة الرقية بسورة الفاتحة، وكيف نرقي بها الأطفال؟ قد ورد في الحديث أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا في سرية أو في سفرة، فوجدوا قوما فطلبوا منهم خير الضيف، امتنعهم. ثم إن سيد ذلك الحي لدغته عقرب، فذهبوا يبحثون له عن شيء يفيده فلا يجدون. قالوا لهؤلاء النفر: هل فيكم راق؟ فقال نعم. فقال رجل منهم: نعم أنا أرقي. فذهب فشارطهم على شيء، على شياه يدفعونها لهم، فرقاه بسورة الفاتحة، ثم أخذوا هذه الشياه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما أدراك أنها رقية؟ فدل هذا على أن الفاتحة يرقى بها، والرقية بالفاتحة أن يقرأ على المريض أو على الطفل سورة الفاتحة، وينفث نفثا خفيفا لا ريق معه. شيخنا المسبوق إذا أراد أن يصلي ما فاته من الركعات في الصلاة الجهرية، هل يجهر أو يسر؟ الأولى أن يسر، لأنه إذا قام صلى وحيدا منفردا، وبالتالي فإن الأولى به أن يسر، خصوصا أن عنده جماعة ممن فرغوا من الصلاة وهم الآن يذكرون الله الذكر الوارد بعد الصلاة، بالتالي فإنه يسر بالقراءة ولا يجهر بها. أيضا هنا سؤال عن إمام سريع في أداء الصلاة إلى درجة أنهم لا يستطيعون إدراكه لا في الركوع ولا في السجود، هل يعيدون الصلاة؟ إذا وجدوا أن الإمام يسرع فإنهم ينوون الانفصال، وينوي كل واحد منهم الانفصال عن هذا الإمام ويصلي وحده وهو في مقامه، من أجل أن تصح صلاته. إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته فإنه لا تصح صلاته،
بالتالي لا يصح الاقتداء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من صلى وهو غير مطمئن بأن يعيد الصلاة، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، وذكر أن المعنى في هذا هو عدم طمأنينته في الصلاة، فإذا وجدوا أن الإمام لا يطمئن في الصلاة نووا الانفراد في الصلاة وأتموا صلاتهم وحدهم. شيخنا إذا لم ينفرد وأكمل مع الصلاة هل يعيدها كاملة؟ نعم، إذا صلى معه ولم يطمئن في صلاته فصلاته لا تصح، وبالتالي يؤمر بإعادة الصلاة من أولها. هنا أيضا سؤال شيخنا يقول أني دخلت مع الإمام لصلاة المغرب وأنا لم أصلي العصر، فيقول هل أقول آمين مع المأمومين أو لأني أصلي صلاة نيتي صلاة العصر ألا أرفع بقول آمين؟ أولا يجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى وقت صلاة المغرب، فهذا من المحرمات ومن تأخير عمل النهار إلى الليل، بالتالي عليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وعليه أن يجعل من الأسباب والوسائل ما يكون مؤديا لمحافظته على الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز له أن يهمل في هذا. وإذا قدر أن الإنسان فاتته العصر لعذر ولم ينتبه إلا مع أداء الإمام للمغرب، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ويصلي معه صلاة المغرب، فإذا فرغ الإمام وسلم صلى المأموم هذا المسبوق صلاة العصر التي فاتته، ويسقط الترتيب هنا من أجل عذر إدراك الجماعة. نستأذنكم شيخ سعد باستقبال بعض الاتصالات. معنا الأخت هيا من السعودية، تفضلي. ألو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك. أقول صليت صلاة الصباح، طيب شفنا غفلت من الصلاة ما قمت إلا الساعة 7 صباح، طيب فبديت أتسنن السنة مع وتصل للفرض، هل هو جايز ولا أعيدها؟ طيب فهمت كلامي؟ واضح طيب، شكرا لك. اليوم في الصباح. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد الله من السعودية، عبد الله معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. طال عمرك إذا نويت 5 أيام تطوع. إذا نويت؟ نويت الصيام صيام تطوع. طيب. وبعدين طال عمرك الصباح جالي ظرف ولا ضيف ولا كذا وافطرت. طيب. سؤال آخر؟ هل أنا أقضي هذا الصوم ولا ما ليش بدي أقضي؟ طيب. شكرا. أمة الله من السعودية، تفضلي. أمة الله معنا. أم أحمد من السعودية، تفضلي أم أحمد. طيب نعم. من معنا؟ أمة الله من مصر، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. عندي 3 أسئلة. الأول، أسأل عن الأخذ بتفسير ابن سيرين للرؤى، هل يصح أم لا؟ وكذلك ما نجده من تفسيرات للرؤى عبر الهواتف، ما رأي الدين في ذلك؟ طيب. السؤال الثاني، عند سجود السهو هل أرفع يدي للتكبير أم أهوي ساجدة من غير رفع يرفع اليدين؟ سجود السهو. أيوة، هل أرفع يدي عند التكبير أم أهوي ساجدة من غير رفع اليدين؟ طيب. السؤال الثالث، قراءة سورة ياسين بعدد كم؟ 40 مرة بنية الشفاء والفرج، هل يجوز ذلك؟ قراءة سورة ياسين بعدد كم؟ 40 مرة بنية الشفاء والفرج، هل يجوز ذلك؟ طيب الله يبارك فيك. طيب بس، جزاك الله خيرا. وإياك، شكرا. أم أحمد من اليمن، تفضلي.
لو سمحت انا معي ذهب. طيب فالذهب ابي يعني انا ذهب لزينة ما شو للتجارة او شيء، بس ان انا ادخل المال واشتري به ذهب ايضا للزينة، هل يجوز يعني هل علي زكاة هذا الذهب او عادي؟ ذهب يعني للزينة ولا للاكتناز يعني؟ بس البسه انا. طيب الله يبارك. يلا شكرا. الله يبارك. احمد من السعودية تفضل. احمد من السعودية تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. كيف حالك يا شيخ فيصل؟ الله يبارك فيك، خير وعافية. عطى سؤالك. عندي سؤالان طال عمرك. تفضل. السؤال الأول حديث جويرية رضي الله عنها اللي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك ثلاث كلمات أربع مرات. طيب. سبحان الله وبحمده عاد خلقي، سبحان الله وبحمده نفسي إلى آخر الحديث. طيب. هذا ايوه، هل هذا الحديث طال عمرك يعني ممكن نقوله اكثر من ثلاث مرات او اربع، يعني 10 مرات 20 100 مره مثلا، لانه في فضل عظيم مثلا. طيب سؤال اخر. ايوه السؤال الثاني طال عمرك ساعة الضحى الله يطول عمرك، ما ادري يعني لها عدد محدد او انها مفتوحه، يعني مثلا من اراد يصلي 10 ركعات 20 ركعه اكثر ممكن؟ طيب الله يبارك فيك. أم علي من السعودية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي يا ولدي ثلاثة أسئلة. الأول هل المرأة لقد تصلي صلاة الظهر يوم الجمعة في البيت، يوم الجمعة تصلي صلاة الظهر، هل تقرأ سورة الغاشية وسورة السبح ولا لا؟ طيب. في صلاة الظهر. طيب. وآية الكرسي هل لقد نقرأها أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نقرأها؟ في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ لا في الصلاة، لقني بعد ما أسلم. بعد الصلاة. طيب. ايوه بعد الصلاة. طيب. السؤال الثالث علي طعام 10 مساكين، علي حلفي هل أعطيها الجمعية ولا العمال اللي عندهم في الشوارع يتجمعون يدورون للشغل؟ طيب. الله يفرجك الدنيا وآخرة يا شيخ. الله يبارك فيك. علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ثلاث أسئلة. الليلة صليت المغرب، أنا أصلي مقعد على كرسي، فهربط يعني وصلت إلى التشهد الأول، ما أدري أنا في الركعة الثانية ولا في التشهد الأول ولا في التشهد الأخير، فأقمت الصلاة مرة ثانية وعدت الصلاة مرة ثانية. واضح؟ طيب كنت تصلي لوحدك؟ أيوه لوحدي، أقول لك أيوه. طيب. أنا مقعد أصلي في البيت. طيب. لأن ركبي فيها آلام. طيب. فما أقدر أمشي. طيب. عليها، فصلت في البيت وخربطت في الصلاة، فما أدري أنا في الركعة الثانية ولا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني. طيب. فعدت الصلاة مرة ثانية، أقمت وعدت. واضح؟ واضح. ما أدري ما علي فيها. لا السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل قيام الليل. طيب. من غير الوتر قيام الليل، إذا فات تقضى في النهار ولا خلص يعني فات وقتها؟ طيب. واضح؟ طيب. شكرا يا أخي. الله يبارك فيك. أبو بندر معنا من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤال واحد طال عمرك، أنا في مدينة وناوي السفر، وبعد ما طلعت من البيت، أنا ناوي السفر أذان الظهر. طلعت من البيت على أذان الظهر وصليت الظهر مع الجماعة في المسجد. بعد ما انتهيت أربع ركعات طبعا، وبعد ما انتهيت من صلاة الظهر تنحيت قليلا وصليت العصر أربع ركعات، لأني مسافر جاهز مسافر، فهل هذا فعلي صحيح؟ طيب شكرا طال عمرك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا هنا الأخت هيا سألت عن الأخ عبد الله، يقول إذا نويت الصيام تطوعا وحدث عرض لي عارض، إما ضيف أو أني لا أستطيع أن أكمل الصيام، هل لي أن أقطع صيامي وهل أقضي أو لا؟ من صام صيام تطوع جاز له
أن يقطع صيامه، ولا يجب عليه إتمام الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام تطوع، فلما وجد عند أهل بيته طعاما أفطر، ولم يقضي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه. ولذلك فإن من أفطر في صيام التطوع لم يجب عليه القضاء، على الصحيح من قول أهل العلم، كما هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. الأخت هيا شيخنا سألت أن يعني نامت عن صلاة الصبح ولم تستيقظ إلى السابعة، فتقول هل أصلي الراتبة ثم أصلي الفريضة أو أصلي الفريضة مباشرة؟ أولا على الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها، فإن الله قد قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ثم فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب التي تجعله يؤدي صلاة الفجر في وقتها، ولا يجوز للإنسان أن يهمل، وعليه أن ينام مبكرا، وأن يتخذ من المنبهات ما يجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها. وثانيا إذا قدر بعد بذل الأسباب أن الإنسان لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة، فلا بأس من أن يقدم سنة الفجر عليها، قد ورد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هنا الأخت أمة الله من مصر تقول: ما توجيهكم في من يأخذ تفسير الرؤى والأحلام من الكتاب المنسوب لابن سيرين، أو كذلك ما يؤخذ من الكتب الموجودة في الإنترنت؟ الإمام محمد بن سيرين من علماء الأمة المتقدمين، وقد مات في سنة 110 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أثر من التفسير عنه منقول بأسانيد مختلفة، بعضها صحيح وبعضها لا يثبت، فليس كل ما يروى عن ابن سيرين يكون صحيح النسبة إليه. ثم إن ما يفسره ابن سيرين له ظروفه وله أحواله وأوقاته، وذلك أن المنام قد يختلف من شخص إلى آخر، وقد يختلف بسبب زمان رؤيته ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، قد يختلف باختلاف أحوال الناس في مهنهم ودياناتهم ومدى طاعتهم، ومن يكون حولهم من القرابة والأحوال والظروف. وبالتالي فإنه ليست كل رؤيا تشابه الأخرى في بعض صورها، لا يلزم أن تكون مماثلة لها في تفسيرها وتعبيرها. ولذلك فإن هذا الذي يؤثر عن ابن سيرين إنما يكون على جهة العبرة، وعلى جهة أخذ العظة، وعلى جهة التعلم، ولكن لا يلزم من المماثلة بين الرؤية التي أريها صاحبها في زمن ابن سيرين ومن رأى رؤيا في زماننا أن يكون تفسيرهما واحدا. وقد أثر عن بعض المعبرين أنه جاءه من يسأله فقال: رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له: إنك ستحج، أخذا من قوله: وأذن في الناس بالحج. وجاءه آخر وقال: إني رأيت أني أؤذن، فقال: أنت سارق، واتق الله وأعد الأموال إلى أصحابها، وذلك أخذ من قوله جل وعلا: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأذن ورأى ثالث رؤيا أنه أذن، ففسره بتفسير ثالث، وما ذاك إلا لاختلاف أحوال الناس واختلاف طبائعهم ووقت رؤيتهم. وبالتالي لا يلزم من المماثلة في الرؤية المماثلة في تعبيرها.
سألت أيضا الشيخنا عن سجود السهو التكبير له، هل برفع اليدين أو بدون رفع اليدين؟ يشرع لمن سجد سجود السهو في الصلاة أن يكبر قبل السجود وأن يكبر بعده، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، ولكن لا يشرع له أن يرفع يديه عند هذا التكبير، وذلك لما ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الثالثة، قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود، فدل هذا على أن التكبيرات التي تكون قبل السجود أو تكون بعد السجود فإنه لا يشرع رفع اليدين حذو المنكبين فيها. أيضا سألت شيخنا عن قراءة سورة ياسين 40 مرة بنية الشفاء والفرج. أولا بالنسبة للعبادات يحصل للإنسان أن يبذلها لينال أجر الآخرة، ومن ذلك قراءة القرآن، ومن نوى بها الأمر الدنيوي فإنه يكون بذلك قد فوت على نفسه الأجر والثواب. ثم هنا قاعدة، وهي أنه لا يصح أن نجعل أمرا سببا لنتيجة إلا بناء على دليل، إما من الشرع وإما من التجربة وإما من الحس، وبالتالي فلا يصح لإنسان أن يجعل شيئا شفاء إلا بناء على أحد هذه الأمور الثلاثة، ولذلك لا يصح أن يعتقد أن قراءة سورة ياسين 40 مرة تكون من أسباب الشفاء لعدم ثبوت ذلك في الشرع ولعدم وجوده في تجربة أو حس. هنا أيضا سؤال الأخت أم أحمد من اليمن، لديها ذهب معد للبس، هل تؤدي زكاته أو لا؟ ما الذي نراه راجحا في هذه المسألة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من إيجاب الزكاة في الذهب المعد للبس أو العارية، وذلك لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب، ومنها قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء بأداء زكاة الحلي، فقد جاء في الحديث أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سواران من ذهب، فقال لها هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وفي مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وقد استدلوا على ذلك بحديث رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا فلا يصح التعويل عليه، لأنه من رواية راو يقال له عافية ابن أيوب لا يحتج به، واستدلوا عليه ببعض آثار الصحابة، وهذا الاستدلال فيه نظر، فإن الصحابة إذا اختلفوا لم يجوز أن يستدل بقول بعضهم دون بعضهم الآخر، وقاسوا الحلي المعد للاستعمال على أموال القنية مثل المساكن والمراكب والملابس، ولكن هذا الاستدلال القياسي لا يصح أن يعارض به العموم ولا يصح أن يعارض به الأحاديث الواردة في إيجاب الزكاة في الذهب المعد لللبس. ومن ثم فالذي نراه راجحا في هذه المسألة هو إيجاب إخراج الزكاة من الحلي بحيث تعرف كم وزنه فيخرج منه ربع العشر سواء من عينه أو من غيره أو بقيمته.
هنا سؤال من الأخ أحمد، سأل عن حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول: لو أراد الإنسان أن يذكر هذا الذكر 10 مرات أو 100 مرة هل له ذلك أو يقتصر على تكرار 3 مرات فقط؟ هذا الحديث ورد إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فلا يكون تقييدا لهذا العدد، ولكن لا يصح أن يجعل الإنسان هناك عددا مؤقتا يقوله كل يوم لم يرد في الشرع، فإذا نوع فمرة يزيد ومرة ينقص فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا سأل عن صلاة الضحى، هل لها حد معين في الركعات أو يستطيع الإنسان أن يصلي 10 ركعات 20 ركعة؟ قد ورد في صلاة الضحى أحاديث، قد قال صلى الله عليه وسلم: وركعتان يركعهما المرء من الضحى فيكفي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فدل هذا على جواز أن تؤدى صلاة الضحى بركعتين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة صلى في الضحى 8 ركعات ب4 تسليمات، فدل هذا على جواز أن تؤدى صلاة الضحى بهذا المقدار، ولو زاد ذلك فإنه يكون من النفل المطلق ولا حرج عليه في هذا، بشرط ألا يعتقد أن ذلك العدد فيه خاصية وفيه مزية في الأجر والثواب. أم علي يا شيخنا تسأل عن المرأة في بيتها في يوم الجمعة إذا صلت الظهر، هل لها أن تصلي بسبح والغاشية ويعتبر من السنن؟ لا يعتبر هذا من السنة، لأنها تصلي ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تقرأ سورتي الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، وهي في البيت لا تصلي صلاة جمعة وإنما تصلي صلاة الظهر ب4 ركعات. ومثل ما لا يصح لنا أن نجعل صلاة الظهر مماثلة في القراءة لما يقرأ في سورة الجمعة أو في صلاة الجمعة. سألت عن تلاوة آية الكرسي في الأذكار، هل تفتتح بالاستعاذة أو البسملة؟ إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة فإن الرواية تقول بأنه يستفتح بالاستعاذة بدون بسملة، وذلك أن الله تعالى أمر بالاستعاذة قبل القراءة، فهذا يشمل ما كان في أثناء السورة ويشمل ما كان في بدايتها. وأما البسملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها في بداية السور ولم يجعلها في ثناياها، فدل ذلك على أن البسملة لا يشرع قولها عندما يكون هناك قراءة من أثناء السورة. سألت أيضا الأخت أم علي عن كفارة الحلف، تقول هل أعطيها للجمعية الخيرية وهم يوزعونها على المحتاجين أو أني أذهب بها إلى مثل العمال في الشارع وأعطيهم هذه الكفارة؟ إذا وجبت كفارة اليمين وأراد الإنسان أن يطعم 10 مساكين فلا حرج في أن يخرجها بنفسه أو أن يوكل من يرضاه ومن يثق به. فإذا كفارة اليمين فلا بد من التحري والتأكد من أن من يأخذ صدقة كفارة اليمين هو من المساكين،
إن الله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين، فاشترط أن يكون المعطى من المساكين، ومن يجهل حاله لا يصح أو لا تبرأ بالذمة بإعطائه بهذه الزكاة. الأخ علي شيخنا يقول أنه مقعد يصلي على كرسي، فيقول لخبط في صلاتي فلا أدري أنا في الركعة الثانية أو في التشهد، أو فيقول قطعت الصلاة ثم عدتها، هل فعلي هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، وأخطأت في قطع الصلاة. هناك قواعد لتنظيم هذا العمل، وذلك أنه إذا كنت مترددا بين أمرين وغلب عليك أحدهما فسر على ما غلب عليك، ثم يشرع لك أن تسجد للسهو بعد السلام. وأما إذا تساوت الاحتمالات فحينئذ تلغي موطن الشك، فلو ترددت هل هي 2 أو 3 فغلب على ظنك أنها 3 تعمل على أنها 3 وتأتي بعد ذلك بركعة واحدة. وإذا تساوت الاحتمالات، احتمال أن تكون قد صليت ركعتين واحتمال أن تكون قد صليت 3، فحينئذ يشرع لك أن تعمل بالأقل وأن تعمل بالاحتياط واليقين، وبالتالي تسجد للسهو قبل السلام. قيام الليل شيخنا هل يقضى أو فقط يقضى الوتر؟ يعني يستحب للإنسان الذي يصلي صلاة الليل أن يقضي صلاة الليل بحيث يصليها ما بين ارتفاع الشمس وتوسط الشمس في كبد السماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فاته حزبه من الليل فقضاه من النهار قبل الزوال فكأنما صلاه من الليل. أبو بندر شيخنا يقول: أنا نويت السفر فخرجت مع أذان الظهر فصليت في المسجد لدينا في الحي، وبعد أن أنهيت الصلاة صليت لوحدي 4 ركعات العصر ثم خرجت من الحي. الأصل أن الجمع والقصر للمسافر لا يكون إلا بعد الخروج من عامل البلد، فإن الله قد قيد هذه الرخصة بالسفر، والسفر مأخوذ من الإسفار والبيان، ولا يكون إلا بعد الخروج من المساكن. وقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق أحكام السفر بالضرب في الأرض. إذا تقرر هذا فإنه لا يعد مسافرا حينئذ ولا يترخص برخص السفر. والقصر ليس له سبب إلا السفر. أما الجمع بين الصلاتين فإن له أسبابا متعددة، كالمرض وكمشقة الطهارة وكالمطر ونحو ذلك. فحينئذ إذا كان عليه مشقة في أداء صلاة العصر في وقتها فلا حرج عليه حينئذ أن يجمع. أما إذا لم يكن عليه حرج ومشقة عند صلاته للعصر في خارج البلد، الأصل أنه يؤدي هذه الصلاة في وقتها. شكر الله لكم معالي الشيخ في ختم هذه الحلقة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن التقديم والترتيب، كما أسأل الله لإخواني من فريق العمل توفيقا وتأييدا من رب العالمين، وأسأله جل وعلا لإخواني المتصلين والسائلين التوفيق والإعانة للمن نافع، كما أسأله لعموم المسلمين أن ييسر الله أمورهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يصلح ذراريهم وأن يبارك لهم في جميع شأنهم، كما أسأل الله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والسعادة ورفعة الشان، وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا بكم أحبتي الكرام إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة. استودعكم الله
دمتم بعفو من الله وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي، ونستفتي فيهدون صوابا.